علي كريم حركه شوي، علي كريم حركه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية من انطلقت تظاهراتنا يوم 1/10/2019، المطالب كانت مطالب مشروعة، والتظاهرات كانت تظاهرات سلمية، وهي اسقاط الحكومة، وهذا حق كفل الدستور، واختيار مرشح من قبل الساحات، تشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن المحاصصات الحزبية وكذلك بعيدا عن الطائفية. للأسف من انطلقت تظاهرات اليوم تعرضت كل الشباب وكل المتظاهرين اللي طالعين بكل الساحات إلى قمع من قبل السلطة ومن قبل أحزاب السلطة، ووسط تحتيم إعلامي من قبل كل قنوات الدولة اللي جاي نشوفها. للأسف هذا الشيء حزب نفسنا، لكنه احنا كمتظاهرين سلميين في محافظة ذيقار، في ساحة الحبوب، وفي كل مدن العراق باقين على سلميتنا، نرفض المرشح الجدلي الذي رفضه الشعب باقون على مطالبنا المشروعة، وهي مرشح من قبل الشعب من قبل الساحات، حكومة مؤقتة وموهدة للانتخابات الجديدة، وكذلك تعديل قانون الانتخابات بحيث يكون قانون منصف ينصف الشخصيات الكفوءة اللي تصعد وتمثل الشعب بالدورات المقبلة. كمتظاهرين ساحة الحبوبي وكمتظاهرين العراق بصورة عامة باقين بسلميتنا وملتزمين بسلميتنا إلى أن يحددون المرشح والمطالب مالتنا اللي احنا طالعين على موتها، ونرفض التسويف بنفس الوقت، ونرفض أي شخصية جدلية أو تابعة للأحزاب تترشح من قبل السلطة. كما ترونها تزج بالطلبة والمتظاهرين بصورة كبيرة جدا، هذا ما يدلل مساندة ودعم المتظاهرين لنيل حقوقهم المشروعة، وهي قانون انتخابات فردي ومفوضية مستقلة وانتخابات مبكرة نريدها باليوم قبل باكر حتى يخرج البلاد من هذه الأزمة الخانقة. أنتم أيها الساسة لا تدورون الوجوه، هذا لا يخفي على الجماهير، ولا تكسبون الوقت، هذه عرفت أكاذيبكم، تدوير الوجوه وتسويف الوقت هذا لا يفيدكم. انتخابات مبكرة، رئيس وزراء غير جدلي، قانون انتخابات عادل ومنصف ومفوضية مستقلة. فاعلموا أن الشعب واعي لهذه الأكاذيب الذي تشيفون فيه مطالب الجماهير ومطالب المتظاهرين. نحن باقون حتى النصر، حتى أن تتحقق مطالب الطلاب والشباب الثائر، هذا الشباب الذي قدم من التضحيات ما يقدمه شعب آخر. إنها ثورة شبابية، ثورة طلابية بحتة، لا تنسني عن طلباتها. اعلموا أيها السياسيون لا تفيدكم هذا التسويف وكسب الوقت، نحن باقون متظاهرون حتى تحقيق المطالب، تقديم كل القتلة إلى المحاكم بما فيهم المجرم جميل الشمري الذي أوقع مجزرة في مدينة الناصرية، وعليه نطالب بمحاكمة كل الضباط الذين ارتكبوا هذه المجزرة بحق أولادنا الأبرياء. نحن باقون حتى النصر، لا يهمنا الخطف ولا يهمنا الاغتيال ولا يهمنا التهديد، باقون ولا نقبل خيارات خارجية تملي على العراق. ثورة شباب عارمة لا تعرف الخوف ولا تعرف البقاء في الذل. نطلب من الدول المجاورة عدم التدخل بالشؤون الداخلية، هذا عراق
عراق الثورات، عراق الآثار، عراق الحضارات، عمره 7000 سنة، لا يمكن أن يكون حديقة خلفية لأحد دول الجوار. ونطلب محاكمة الساسة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الطلاب والشباب الأبرياء، ونطلب محاكمتهم من رئيس الوزراء إلى آخر ضابط، إلى آخر ضابط في القوات المسلحة أو في الشرطة. نحن باقون، ثورة حتى النصر، لا تنثني ولا تهبط. ثورة طلاب، ثورة شباب واعي يقودها الوعي ويقودها شهيد. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. من ذي قار الصمود، من ذي قار التحدي، من ذي قار الإباء، من ذي قار الشموخ، من ذي قار الشجاعة، من ذي قار الشهداء. حقيقة إحنا مطالبنا في ذي قار الحبوبية نفس مطالب كل محافظات، وسبق وأن أعلنا عنها منذ تاريخ الثورة 11 ولا زال يومنا هذا. مطالبنا أصبحت واضحة، لكن الساسة رافضين هذه المطالب. نحن باقون هنا في ساحة الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا التي أعلننا عنها. ثورتنا مستمرة وصامدون وباقون. نطلب الحقيقة مطلب رئيسي وثابت نضيف إليه، وهو معاقبة أساس الفاسدين منذ سقوط. نطلب من الادعاء العام، وهذا مطلب شعبي جماهيري، نطلب من الادعاء العام معاقبة أساس الفاسدين منذ سقوط 2003 ولا زال يومنا هذا. كل فاسد تثبت عليه يجب معاقبته، يجب محاكمته. هذا المطلب. المطلب الثاني، يجب محاكمة قتلة المتظاهرين. سمعنا من مجلس القضاء الأعلى أنه شكل لجان فرعية، لكن لحد الآن ما سمعنا ولا فد محكمة ولا فد لجنة اليوم في يوم شكلت في محافظة ما. الناصرية قدمت 120 شهيد في ليلة وضعها، عدل مئات من الجرحى وفي كل محافظات. هذا نطلب من المجلس القضاء الأعلى أن يشكل لجان مثل ما أعلن، ويجب محاكمة هؤلاء كل ما تسبب في قتل العراقيين. السلاح يجب أن يوجه للمعتدي وللخائن وليس في وجه العراقي، هذا محرم. كل سلاح يوجه في وجه العراق محرم ويجب محاكمته وإدانته. لحد الآن ما شفنا إدانة لا من سياسي ولا إن كان، ما شفنا إدانة لقتلة المتظاهرين، وهذه نقطة تسجل عساسة العراقيين اللي يحكمون البلد. مطلبنا الثاني، إحنا حقيقة مطالبنا هي عدة ومتوازية في كل محافظات. ايضا رئيس وزراء مستقل، هاي لا غير جدلي، هاي نقطه لا عليها غبار ابدا. والوزاره الكابينه الوزاريه يجب ان تكون خارج المحاصصه الطائفيه، وزراء مستقلين تلك الرغاد. لن نقبل باقون ثابتون هنا صامدون في ساحات الاعتصام وحقيقه في الناصريه. احنا باقون الى ان تحقيق كل مطالبنا التي اعلنها سابقا من 11 ولزال يوم هذا. تتفاهمون وياهم؟ لا والله فتح الجسر وماكو حرق،
من 2003 ولهسه لحد الان ماكو شيء، ماكو شيء تغير. لا العباد لا المالك لا كلها نفس الشيء. لازم انتم تكونون قوات متظاهرين، حتى انتم همين لازم الطفل اول ما يصير لحد ما يموت الا راتب، يعني النفط وهاي هو لهم. لو انه 100,000 تريلة باليوم تطلع، حطوا مجال، يعني انتم دوم لا شيء ماخذينه. لا انتم همين حسوا بالمتظاهرين، حسوا هسه لا البرد وهاي، ويجي واحد يقول والله ذولا زعاطيط وهاي من حشاكم جهل، القبعة الزرق تجون بسكاكين وتموتون. ليش شاده مثل الورود طاحوا دحاتي لهذا الشمري؟ ليش بليلة وحدة قتلت لك 100 واحد شيء؟ طول مجال. والبارحة احنا من حرقنا تواير، يعني نحرق على مود نطلع ذول الثنين. احنا اصلا من حرقنا التوير على المنذول طلعوا اثنين مقتعلينهم، يعني انت بشرفك انا الزغراتني، يعني شمرت عليك طابوقه، يعني استكف من الطابوقه، يعني هسانا من صمتك طابوقه ما يصير تستكف وشيل عليها هذه، يعني وين يصير هيك؟ وين يصير هيك عندنا بالناصريه؟ يعني بايران ما صار هيك والله، يعني تقول حرب ايران يعودونها بالناصريه والله. يعني انا اقول لك البارحه لو حول الاتحاديه عليه لا والله عز الله ميتان. طفره واحده طفرت وين؟ يم ايش اسمه هذا مستشفى الولاده طفرت يمه بيتون، والله المستشفى الولاده احنا ميتين والله. يعني انت ترمى عليه بكيسي وانا عراقي؟ يعني خلني نصير انا وياك بيد وحده ونسوي الوطن. هسه انا لو عد انا وياك عماره بنيناها انا وياك، تخلص وما تخلص؟ تخلص ولا يعني من 1-10 ولا سما خالصه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من ذي قار الحضارات، من ذي قار الفيحاء، من ذي قار القدسيه والتقدس هنا، بريد اسال سؤال واحد للحكومه هاي الفاقده للشرعيه. منذ تاسيس الدوله خوش عشي الدوره الحاليه اكو خروقات دستوريه قاعد تصير من رئيس الجمهوريه الى اضعف او اصغر موظف داخل الحكومه. وين دور المدعي العام؟ هذا مو دوره اللي يدافع عن القانون والدستور العراقي. يا كافل الدستور ويا حامل الدستور يا برهم صالح، عندما خرقت الدستور وشكلت رئاسه الوزراء الجديده محمد توفيق علاوي اللي طرحته مظاهرات ساحه الحبوبي وغير الساحات الموجوده بالتظاهرات اللي داخل العراق، وطلعت عن مطالبها وقالت نريد رئيس وزير الوزراء غير صالح او عده جنسيتين موجودات الزواجيه، ونريده من داخل سوح التظاهرات. المطالب شو اختلفت؟ احنا نريد واحد جوا ال 55 جبتنا واحد 60 عمره، نريد واحد ما عنده جنسيتين جبتنا واحد عنده جنسيه بريطانيه، نريد واحد يخدم البلد، يخدم البلد، هذا البلد اللي يضحى. منه الأسهل أنه يجيب لك رئيس وزراء مستقل غير جدلي ويجيب لك قانون انتخابات وشكل مفوضية، أو أنه تقتل هذه الشباب خوش حكي قتل واحتقالات وحرق ومندسين وفتنة وضياع وما أعرفه، والاقتصاد قاعد انهار يوم عن يوم. منه الأسهل؟ بس أريد أسأل الحكومة هذه وشكرا.
خمسة. ها هو مو مو هسه لاحظت شنو باجي يعني؟ لا انت شنو؟ ايه صور مال مسعف طبعا نستنكر وندين محاولة اغتيال المحامي علي معارج أمام أعين القوات الأمنية وأمام المحكمة. طبعا هاي جريمة مفروض يعني هم يعرفون من اللي يقتل، وهاي يعني هاي تدابيرهم، يعني مفرزة ما راحت وراء القاتلين تابعتهم، معقولة؟ بينما المتظاهر اللي يخرج يحرق له تاير هذا مجرم، يعني هذا مجرم أو مخرب أو جوكر وإلى بقية الأسامي، بس اللي يقتل محامي يعني شخصية محامي باعتبار مثل وزير، يعني هاي ما يدينونها، يعني ما أفتهم ليش يعني هاي، يعني ما أفتهم عصابات لو حكومة زين، يعني هذا شخصية، يعني لو يجي واحد معوق إهدان مثل ما يقولون أهلنا ما يعرف يصير عليه مذابح، بينما الشخصية لا ما يدينونها، ليش؟ لأن هذا منصف ويدافع عن المتظاهرين زين، يدافع عن المتظاهر ويدافع عن الحق، بس الشخص الموزين لو هاشة كرمون يطب الزرع واحد يكثر الثاني. بالنسبة لي أمس اللي حصل من قوات الغضب هاي الإجرامية البناصرية من اعتداء على المتظاهرين، هم اللي بدوا بالتصعيد، ناس قاعدين بخيمهم وناس المتظاهرين بالساحة، لكن هم اللي بدوا بالتصعيد وقمع المتظاهرين بالرصاص الحي، وخاصة الاعتداء على المحامي الذي اغتالته، هم الأحزاب اغتالوه وهو بدأ التصعيد من عندهم، وإن شاء الله هو نجا الأستاذ المحامي، وهذا كله يدل على بئسهم وجبنهم، هم واجهونا بالرصاص الحي والأسلحة الثقيلة، وإحنا واجهناهم بس بالعلم العراقي هذه يا والدعاء، ما عندنا غير هذا الحل، والحل الأسلم هو انتخابات مبكرة وكل من ينال نصيبه، يعني الانتخابات ليش أنتم تسوفونها مماطلة ولحد الآن حصتي حصتك ومحاصصة ومحسوبية، وهذا البلد راح يروح للمجهول، ويوميا نقدم ضحايا أبرياء من شبابنا الواعي، وحتى يعني وصل الاعتداء على النساء، نساء يعني هاي مو شرفك، هاي مو غيرتك تعتدي عليها، ليش شو مسويه يعني؟ خريجة وهن كلن خريجيات وأكاديميات ومدرسات وطالبات، يعني واعية عتن وعي، بس إنه شنو يعني طلعن على مود حق المسلوب وطالبين بحقوق المسلوبة، وانتخابات مبكرة وحل البرلمان، هذا البرلمان هو اللي يقمع بالشعب، وهذا البرلمان لازم يحاكم محاكمة عادلة ولائحة الإرهاب، لأنه ما سوى شيء، الحلبوسي يروح للكويت والعراق محترق، يروح يقدم ما ادري شنو تهاني ما ادري شنو، حل البرلمان والتهيئه لانتخابات مبكره هي الحل والاسلم، وتقديم قتله جميع المتظاهرين
من الإجراميين والمجرمين الذين يقتلون بدم بارد شبابنا الواعي وشبابنا المظلوم. والله العظيم حتى كاتلهم البرد ملابس شتوية ما عندهم، وإذا أنا يعني كذاب أنتم صوروهم بأنفسهم وسليمين، يعني ما عندهم يعني حتى ما عندهم شيء يدافعون عن أنفسهم، وهذا يعني ما يصير حتى يعني ما بالعالم ما صايره، بس إحنا يواجهوننا بالرصاص الحي مباشرة، وإحنا ذولا شبابنا أبطال ما يخافون من الرصاص الحي، لأن هم طالعين ويا الحق، ويبقى الحق يعلو ولا يعلى عليه، وعاش العراق وتبا لهم، وإن شاء الله نصيتهم واحد واحد في حبل المشنقة، وإن شاء الله منتصرين وصامدين وبقوة شبابنا الواعي الأبطال. حقيقة من خرجنا ليس طلاب سلطة، ولكن لأجل إصلاح منظومة سياسية، وأيضا كذلك على رئيس الجمهورية أن يعي قد تجاوز صلاحياته وفق المادة 21 أولا، والتي تشير يحظر تسليم العراق لمؤسسة أجنبية، وهذا مزدوج جنسية، وهذا ما يؤكد تسليم العراق لسلطات أجنبية. وكذلك قد أغلف المادة 68 رابعا، والتي تشير لا يتولى من هو محكوم على قضية مخلف الشرف، وهذا كذلك محكوم على قضية مخلف الشرف. وكذلك عن تأسسه كل من يتهم بن أرخص بشبر من العراق أو اعتدى على شعب العراق أو أهان لشعب العراق أو نسب التنكيل للمتظاهرين أو من قمع المتظاهرين أو من تجاوزت وتطاول على المتظاهرين، فعليه أن يسأل أمه من هو أبيه. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
نشكر إذاعتكم الكريمة ونشكر الكادر. هذه محافظة ذي قار تناشد أبسط شيء طلبات بسيطة. فساد موجود، عنف موجود، كل شيء موجود. ظلت على المتظاهر شو يريد؟ شنو المتظاهر يريد؟ هسه الإعلام العالم كله شكلوا رئاسة وزراء، رئيس وزراء نزل للساحة وقال للمتظاهر شو تريد مني؟ أنا رئيس وزراء. المتظاهر ما أنزل باب الساعة شو يريد مثلا؟ غير يعني هسه صار من يوم 10 ولحد الآن 10-1 أكو رئيس وزراء نزل، أكو نائب نزل، أكو رئيس جمهورية نزل للمتظاهر وشو يريد منه؟ كان ساحة تظاهر بغداد، بصرة، كل محافظات، وخاصة هاي محافظة الجريحة اللي هي محافظة ذي قار. ذي قار متأذية أذية كاملة. مناك 35 سنة ومن ناس 14 سنة، كم سنة؟ أكو تبليط، أكو خدمات، شنو يعني اللي حصلناه شنو مثلا ماكو شيء، يعني ماكو شيء. مطالب المتظاهر شو يريده؟ ماكو شيء صعب. الصعب شو يريد المتظاهر؟ شو يريد؟ يبكي على التعيينات، على الخدمات، على الفقير، هذا الفقير الضار شو يريد بعد؟ انت ظلب وزارتك، يا انا اريد وزير، هاي يريد وزير، يا يريد وزير، ما حد يريد وزير اليوم. احنا كل ما هنالك كنا نطالب، كل ما هنالك للاصلاح، واللي هذا اللي عنده شهاده وتعبان وظال يشتغل عامل، كل ما العاطل عن العمل شهرين، عاطل عن العمل شهرين يعطونه 200,000. وين صايره؟ وين ثرواتنا؟ ميناء كله مستولى عليه احزاب. ميناء هذا ميناء قصر ذهب، المنافذ الحدوديه، بالاضافه عندنا دجله والفرات، الخزائن. وين ذي قار؟ مصنع واحد ما بيها ذي قار؟ محافظ ذي قار مصنع ماكو؟ ليش؟ شنو السبب؟ هذا المتظاهر اللي يريده من الحكومه، شو يريده المتظاهر؟ رئيس الوزراء اليوم نصبوه من قبل الشعب، يوم من قبلهم، قالوا يابا نريد رجل مستقيل ما حد يخلي، وقدموا ناس ساحة مظاهرات قالوا هذا يابا الشخص هذا المستقيل، ماكو. فعليه ما يستجابون، شو تسوي؟ شو تسوي؟ انا هسه احنا عندنا بالعشيره الفاسد يذبونه، الفاسد مذبوب، يعني انقل لك انت فاسد تشلب هالسلطه دوم، ما يصير. هذا السلام عليكم، هذا من الجمهور ممنون وبارك الله فيكم جزيل الشكر. اول نقطه نتكلم عن شباب الناصريه، فما ضحوا من شهداء، تركوا عوائلهم، وحسب ما سمعت انه اكو هاي عندنا اشخاص استشهدوا من عندهم اللي تخابر امه، ومن عندهم ترك زوجته، ومن عندهم تو متزوج، ومن عندهم العاب طفله تو صاير عده حتى ما مسميه. من اجل من؟ من اجلي ومن اجلك. احنا عندنا كوكب اسم شباب الناصريه قاعدين ينشرون على الشباب اللي قاعد تتظاهر، هاي نقطه لازم نهتم لها. شلون؟ انه انا اليوم اتظاهر وانت تتظاهر غير نريد شيء، غير نوصل للحل. لازم احنا مجرد انه ضجه نحرك تيارات بدون اي داعي، بدون ما نوصل للنتيجه. لازم نوصل للنتيجه. القاعد بالبيت ما يقدر يطلع، خليه يدعم اخي كلمه حلوه، مو سمع كلام على الفيس ينشر منشورات. يا اخي واحده اثنين، انا شاب عراقي، انا من الناصريه، مقدم على الرعايه الاجتماعيه من 2016. رعايه اجتماعيه ما لها قيمه، تقول لي على الانترنت، اقدم على الانترنت، يقول لي روح للرعايه، يقول لي على الانترنت، وهاي روح جي نفس الشيء. يقول لك شهر الواحد كل سنه جديده، شهر الواحد
دان الشهر الواحد يا الله جانا الشهر الواحد، تروح الشهر الواحد قالك والله اجلوه الشهر الثالث. هاي الشباب محتاجه من يدعمهم بصوره صحيحه، ما محتاجه انه انا اعطيني راتب مليون، ما محتاج المليون، اعطيني 250 كافي عليها. شاب تطير قنعه، القنعه بشيء بسيط، انت لو طق لو طلع مخه شلون والله. احنا نريد نوصل حل من خلال قناتك الموقره وانت الاستاذ، انه اريد نوصل حل توصلنا صوره صحيحه. احنا ما نحتاج فلان وعلان، والله ما نعرفهم اصلا، وكل الناس اصلا الموجوده اللي يجيبونه واللي ياخذونه ما نعرفه، وين كان وين رايح وبيا دوله وشنو جنسيته، اتحدى واحد يعرفه. لا تقول لي هذا احنا نريده وذاك احنا نريده، حتى نريده ما نعرفه شنو هو، بس مجرد اعلام. احنا نريد اي شخص، نريد الشخص المناسب المكان المناسب. شكرا جزيلا. بالنسبه لهذول يسقطون بيني، نشروا علينا مقاطع وما ادري شنو، هنا قاعدين سوينا انشوده مال احنا تنظيم اسمها القاعده مال داعش، طلعوا عليها ردينا عليها رد قبل، ومال يا عاصب الراس وينك بالحشد هم ردينا عليها، وهسه سوينا انا هنا انشوده سوينا ارهابيه بيج ذكريات جنوب وما ادري هو، وعالم سقط بيني واحنا سلميين للاخير، وباقين هنا اي واحد عنده شيء انا ما ادري شنو يجينا لهنا، لا يظل ينشر ويسقط ينشر ويسقط من يمه. هاي حكايتنا للرجال مقابل مو مال غدر وجمالي وما ادري شنو. وشكرا. الرحمن الرحيم، الرحمه والمغفره لشهداء الناصريه وشهداء العراق اجمع. طبعا نحن كادر مفرز اسعاف وطن مرابطه في ساحه الحبوبي منذ يوم 25 اكتوبر والى الان نحن متواصلين في تقديم الاسعافات الاوليه للمتظاهرين. طبعا لدينا فرق تطوعيه متنقله داخل المحافظه هي معالجه المتظاهرين الجرحى وجميع المرضى داخل المحافظه. رساله من شاشتكم الى المحافظات الاخرى، تظاهراتنا هي سلميه، تظاهرات هي ل المطالب المشروعة، نحن ضد العنف، ضد ما يشبه ذلك، نحن سلميين وما زلنا سلميين. طبعا كادرنا متميز من منتسبي صحة ذي قار ومتطوعي وطلبة كلية الطب، عملنا هو متواصل 24 ساعة، وأيضا لدينا خفارات ليلية متواصلين بالعمل التطوعي. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كنساء في محافظة ذي قار كان دورنا بالمتظاهرات. أنا بالنسبة لي دوري بالمظاهرات كمسعفة اشتغلت ومفرزة طبية واشتغلت كمتظاهرة، فهنا وجودي هو كمسعفة وكمتظاهرة، يعني الطرفين أنا دا أشتغلهم، وإحنا دا ندعم المتظاهرين ونساند أخوتنا الثوار بكل مكان، وحتى إحنا النساء اشتغلنا دورنا إنه بعدنا رجعنا المتظاهرين عن الشغب، ورحنا مجزرة الزيتون، رحنا للزيتون أسعفنا جرحى، أو رحنا للمستشفيات همين أسعفنا جرحى، وحاليا نقدم لهم الدعم المادي والمعنوي للمتظاهرين، وإحنا وياهم كل خطوة، ونبقى حاليا بساحة الحبوبي لحد آخر متظاهر كمظاهرة وكمتظاهرة وكمسعفة، ما نتراجع للحين تحقيق مطالبنا. وشكرا، ان شاء الله نشوف العراق باحسن حال، وان شاء الله يتغير العراق للاحسن وتحقق جميع المطالب مالتنا. ونطالب جميع متظاهر سلمي شريف، مو ذول المندسين يجون ويانا، منا بعض المندسين يجون يخربون علينا التظاهرات، يريدون يحرفون مسار التظاهرات، واحنا تظاهراتنا سلميه صار لنا 4 أشهر هنا بساحه الحبوبي، لا طالعين من الحبوب ولا هاي، بس ناس مسوسين ويانا جاي يخربون تظاهرات وجايين يعمون على شنو على الناس هاي الخيرة وهاي العالم، وشوف الساحة متروسة وجاي يحرفونها بعض الأحزاب. وإحنا هسه شو نريد من عندكم؟ توفير الأمال للشعب العراقي، شو نريد إحنا؟
وطن نريد وطن. نريد وطن. وطن. الشباب لا تعيينات ولا ما طلعت يعني شيء لا إرادية وما أدري. راحوا ساي طبوا على الحواسي فلشوا البيوت الحواسي راحوا على أبو البسطية الفقير هم جاي يشوفون هذول أهل البلدية وهاي والله إذا أقول لك نص المظاهرات بالناصرية من وراء البلدية والتجاوزات أطلع على سرية تجاوزات على ولد يدفع بعرباني فقير طالع يعيش ياخذ منا يذبه بالبلدة يروح لأبوه يقول له وين قال له والله العربانة أخذوها التجاوزات قال لأبوي كان عندي 15 فروح اشتريك وحدة واطلع ثاني يوم خذوها لحوا على العالم هسه يريدون شلون يعالجوني ووقف مالهم ما يعالجوني ما طول طينا شهداء وطينا ضحايا وطينا هاي إن شاء الله منصورين جاه الله واشكركم أنا هلا حياك الله. وبارك الله بكم على وقوفكم المبارك هذا لقراءة المباركة الفاتحة وأداء السلام الجمهوري للنشيد الوطني العراقي. ستغفو الناصرية ذات يوم كعاشقة على كتف أي نسوى العالم ما خاب يا مولاي من تمسك بكم ومن لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادة فنفوز فوزا عظيما. رحل الأحبة والفراق طويل يا والدمع من ألم الأسى يسيل ولقد سألت الدار أين أحبتي وهل لك دون الحبيب دليل يا أمي الدار تحزن لو تفارق أحلامي حزن الخليل إذا جفا خليل يريد الفتى ألا يموت خليل وليس إلى ما يبتغي سبيل وليس جليل فقد الدنيا دليل عليك يا الكريمة كل احنا ضرقين عزاء وحنا نعيش في رعاب الشهداء اليوم انا اقبالي جانا اقبالي جانا يا داوي العزيز اقبالي جانا اي والله وغاب عنا غاب عنا ما ترك بالي وغاب عنا اعجازه والله ما لايقنه ما لايقنه ويا ذوي الحزين ما لايقنه بعد زي ما انا اني لحظه وابي مني لحظه بردي انا ويا سنه من الرحمه يا ما عدري يا ابو جبن اني حبهم حضرت انا وجهنا العتاب وجهنا العتاب انا ولد مرحب انا مش بيد مش بيد يا روحي وامرحم واشبه
بس وريد يا بس وريد يا فقد الولاد يا بس وريد يما وحلا العيد وحلا العاد أنا عزيزي ولا أيد وإهلا العمد مررنا على تلك الأجزاء مرت أم المصائب زينة مرت سكينة مرت ليلى مرت الرملة أم القاسم أمهات ثواك أنا ونقعدي وياها ونقعدي وياها أنا ويا حاسبها أنا نقعد وياها أنا ونسمع حجاها ونسمع حجاها أنا يسمع أنا ونسمع حجاها والله صاير غطاها صاير غطاها أنا ولا الموت أو إلا الموت يصبرها الإمام زين العابدين يقول لي يما عزاز كلهم عزاز كلهم أنا ما يمسون عزاز كلهم اي والله منهم مشوا ما شبعنا شوف أنا مشوا ما شبعنا شوف منه يوم أنا وظلت ببالي بس ورهم أنا ظلت ببالي بس ورهم أنا أحبابي كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد يقسمون الموت إلى قسمين موت وهو لابد لإنسان الموت كل ابن أنثى وإن طال سلامته له يوم على آلة حدباء محمود إذن لهذا رواية عن نبي محمد صلى الله عليه وآله يقول ينادى ملك كل يوم يا أبناء العشاء قال لا تحمل الموت في طرف ولا نفس ولو تسترت بالأبواب والحرس واعلم بأن سهام الموت نافذة في كل مدرع ومترس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها أن السفينة لا تجبل شان يجيني عيني على الدهبل شان يجيني يما وتنايم عيني